واش عيب اللاكين شي وحده تسمع سنين وهما كيتخلصوا في الكلام كيتهضروا علينا؟ فين بغاو نمشيو؟ عيسى فين بغاو نمشيو؟ واش غنخرج من اليوم هنا؟ عيش شويه نعيم على راسك، عيش شويه. هذا المنزل تيتسمى ديور المخزن جهه سوق الحريه، هذا هو المركز الرئيسي ديال مدينه القنيطره. هنا ملي كيدوزوا الطريق الرئيسيه هي هذه، وهذا الشيء هذا راه وقع ست سنين، ولكن اليوم في الصباح زاد تيتفاقم الوضع، نهار على نهار تيتفاقم. نهار كتسكر دابا راه طاحت هذه الساريه هذه، وجاب الله داروا هذا الحديد هذا شويه باش بقاو شادينه، ولكن السؤال هو حتى علينا يبقى شاد هذا الحديد، هذا الشيء راه غيطيحوا الناس راه ساكنين، حيت راه ما عندنا حتى حول وما عندنا فين نمشيو. طاحت ساكن فيها الناس. معلوم راه حنا ساكنين دابا الفوق، راه ساكنين الناس بولادهم بكل شيء اليوم، ما عندهمش فين يمشيو. فين غيمشيو؟ خاص الدولة اللي تجي تعطي لهاد الناس هذا حلول، تعطيهم فين يسكنوا على الأقل، وتشوف لهم في أقرب وقت يصلحوا لهم هذا الشيء، ولكن راه ست سنين راه شي حاجة ما كتدخلش للراس، واش ست سنين على ثلاثة كانوا على ثلاثة البودرات، كانوا هذا الشيء باقي مزيان مصلوح، ما مراشي ما والو، ولكن مع الوضع كيتفاقم والشتا وهذه راه كل شيء دابا كيريب، حاجة بحاجة كتريب. شحال تقريبا ديال الوقت المده اللي طاحت فيها هاد السريه هادي؟ دابا راه 4 سوايع والزياده دابا. واش بان شي مسؤول؟ ما جات جا مسؤول واحد رئيس دائره قال لنا خصكم تلقاو حل فين تسكنوا، احنا خايفين عليكم. واش هادي دابا مسؤول هذا يقول لك هاد الهضره هادي ومشى بحاله صافي. شوفوا الوليدات ما خارجين من الليسي وكيدوزوا من الطريق هذا. الطريق الرئيسي راه كاين المدارس هنايا، راه كاين ثلاثه ثانويات كبار، كاين ثلاثه ثانويات والمدارس الصغار، راه كلشي عامر، هادي الطريق الرئيسيه ملي كيدوزوا كيمشيو اطفال وتلاميذ كاملين. راه خصك تجي تشوف مع الخروج تاع المدرسه راه كيكون الافواج هنا دايزين، ولكن شنو المسؤولين راه عندهم لا مبالاه، لا مبالاه، ما عندهم غرض، يموت اللي بغى يموت ويريب اللي بغى يريب. ما انا كان ما انا مسؤول، انا مسؤول، كان انا مسؤول، كنتحمل مسؤول، خصني نكون نتحمل مسؤوليتي، حتى الا ما قدرتش نديميسيوني ونمشي بحالي، راه نقول راه ما قدرتش. ويني باش تبقى انت مسؤول وكتشوف هذا الشيء بحال هكا راه عيب وعار، كون مسؤول مسؤول في المغرب كي بحال هكايا كيدوز عنده هذا الشيء يوميا حدا عيني وناعس، ما عنده حتى حاجه، ما عنده لا غيره لا والو على المواطنين. راه هادو بغاو كيحيدوا الناس، يحيدوا لهم المواطنه ديالهم الغيوره اللي على البلاد، كيبغاو يقتلوها فيهم، ما يبقاش يبغي بلاده. واش فهمتي يا بنتي؟ راه بهذا الشيء هذا الانسان ما كيبقاش يبغي البلاد، يبقى ولين ما عمرنا حنا نساو الوطن ديالنا، حنا راه عندنا الله الوطن والملك، كنعرفوا ولين الملك واش غيصاوب الدوله كلها، راه دايرين الناس اللي تيشرفوا عليه اللي كينوبوا عليه، ولين فينا هما هاد الناس اللي كينوبوا على صاحب الجلاله؟ حنا راه تنجدوا صاحب الجلاله كان تيشوف بحال هكا هاد البلاد، راه الوضع هنا كارثي، لا اله الا الله محمد رسول الله. والله حرك راسي. واش عيب الله كاين شي وحده هادي 7 سنين وهما كيتخلصوا في الكلام كيضحكوا علينا؟ فين بغاو نمشيو؟ فين بغاو نمشيو؟ تغوتي واش غنخرج ضحك اليوم هنايا؟ وي كنتي مريضه، حنا كنغوتو كنتي مريضه، فين بغاو نمشيو؟ فين هما هاد المنتخبين اللي كنتاخذوا عليهم؟ تا شي مسعود ما جا، تا شي مسعود ما جا، فين هما؟ فين مشاو؟ فين مشاو؟ ولا حد كاين غنتخذوا عليهم؟ الملك تيقول لهم كل مواطن عنده حق في السكن، ها؟ وحنا باغيين يخرجونا من السكن ديالنا، واش هادي 7 سنين وما كيتخلصوا في الكرا؟ واش كاين شي ديور شي عمله تيتخلصوا بمالين الكرا وما كيتصلحوش الديور الماليه ويرجعوهم؟ ها؟ وفين هي الحكومه اللي انتخبنا عليها؟ فين هي؟ فين هي؟ بغاو يقتلونا، بغاو نحرقوا راسنا، فين هما؟ واش باغيين نحرق راسي فوق الشاطي؟ فين هو العميل؟ فين هو الباشا؟ فين هو المسؤولين؟ فين هو اخر 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 القايد؟ ها؟ القايد والقايد فين هم المسؤولين؟ فين هم المسؤولين عباد الله؟ فين هم المسؤولين؟ فين هم؟ فين مشاو؟ واش المسكين ما عندوش حق؟ نعيمة مريضة، واش اللي ساكن 70 عام و 80 عام ما عندوش حق يسكن؟ ها؟ انا باغا نموت اليوم هنا اليوم ولا نحرق راسي هنا اليوم. انا تنموت تحت الردم، والله ما داروا لنا، انا غنبات هنا ونضل هنا باش نشوف 7 سنين وما كيتخلصوا في الكرا. ها 7 سنين وما كيتخلصوا في الكرا وكيضحكوا علينا، باغيين عاش جوكا، ما
غادي ندير انا هنا غنباتوا هنا غنضل تيديروا ليا انا بالاملاك المخزنيه دابا الصغير هادي وحنا كنموتوا بوحدنا القايد ما كيستدعينا الباشا ما كيستدعينا العامل ما كيستدعينا دايريننا بحال دوك المواطنين الكلاب حنا كلاب جالسين هنا وعايشين هنا كلاب غير يديروا لينا حل ولا غنحرق راسي نجيب امي عندها 90 عام وانا والجيران غنحرقوا راسنا هاد الاملاك المخزنيه اللي كتشد الفلوس وما كديرش لينا حل كتخلص في الكرا كيسحبوا حنا كوالد ما قاريينش القانون ما كنعرفوش القانون جلاله الملك تيقول لي كل مواطن عنده حق في السكن لائق به وحنا عندنا في الزباله نسكنوا فيها حنا ماشي مواطنين ماشي